لك. ميسة أرعى، أنت سوبرانو لبنانية عايشة من 7 سنين بأمريكا، وسبق وغنيت الكلاسيكي المعاصر والشرقي ضمن جولات عديدة لإلك بالولايات المتحدة وبكندا، وأنت ضيفتنا الليلة بوقت عم بتزوري في لبنان أثناء عطلتك وبعد إصدارك لكليبك الأول وينتر تو سبرينغ. ميسا كان عمرك 7 سنين بس لما عرض عليك الأستاذ بالمدرسة أنك تغني على مسرح المدرسة على اسمك، غنيت للسيد فيروز، وحتى تقنعي بيك كان عندك طريقة خاصة لأن أعطي فيها. شو كانت الطريقة؟ كنت من أنا وصغيرة بكورال الجمهور، ومام كانت تجبرني أروح على الكورال وأنا ما كتير كنت حب. ويوم من الايام طلب، ما كنت عارفه انه عندي موهبه حتى، طلب مني الاستاذ بالمدرسه اني غني على اسمك، غنيت بالحفله تبع اخر السنه، وكنت خايفه يمكن اهلي ما يقبلوا، ورجعت على البيت بورقتين، ورقه علي ديز نفس شغفان على البيو وورقه كلمات على اسمك غنيت، قلت له بابي بليز تعالي ديز نفس شغفان فيها غني فيها غني، وكثير ساعدوني وما كانوا متوقعين ابدا انه صوتي حلو، وعملوا لي بيس 3 مرات، ومن وقتها فتت على الكونسرفاتوار وبلشت غني. طيب على الوصله مشان شوقي متا وكمنيل متا وريتا وسمير نخله كلهم ذواقين وكلهم فنانين، بدنا نسمع شيء من السيده فيروز بصوتك. رح غني غنيه غنيتها من شهر بفانكوفر بكندا، وكان في كثير لبنانيه وكان في عرب، بحب غنيكم اياها الليله. تفضل. سنرجع يوما الى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان وتنى المسافات ما بيننا. قلب مهلا ولا ترتمي على درب عودتي، نموانا يعز علينا غدا ان تعود رفوف الطيور ونحن هنا. برافو. رفوف طيور رجعت على فلسطين وما رجعوا اهل فلسطين، وقديش في رفوف طيور اليوم عم ترجع على بلدات وضيع، ناس مهجره منها واهلها ما عم تقدر ترجع، على امل انه الكل يرجعوا لموطنهم وهيك نرتاح بهالشرق يعني لولا فتره قصيره. ميسا قرعة، انت مواليد 1989 بيروت، بعمر 12 سنه بدات دراسه الغنى وعزف البيانو بالكونسرفاتوار الوطني، وبال 2007 هاجرتي على امريكا لتدرسي سيفل انجينيرينج، بس بعد سنتين قدم لك الوالد من السيفل انجينيرينج وين صرنا اوراقك على البيركلي كوليدج اوف ميوزك من دون ما تعرفي، وهيك دخلتي هالجامعه وتخرجتي منها السنه الماضيه بمجال الغنى والتاليف الموسيقي. ميسا تعلمت الموسيقى العربية من المؤلف الفلسطيني وعازف العود والكمان سيمون شاهين، وقدمت سوا حفلات عديدة بأمريكا وغنيت الكلاسيكي بحفلات مع التنور التلياني باسكوالي إسبوسيتو. مزبوط؟ مزبوط. قبل ما نكفي سوا خلينا نشوف مقتطفات من كليب وينتر تو سبرينغ اللي كتبتي كلماتها ولحنتيها انت، اضافة لبعض المشاهد من كونسيراتك، بس حتى نقدر نشوفهم كلهم بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك وبس تضوي احمر بتقولي بتعرفي شو بحديث البلد. بحب زيد شغلي انه ما الفتها لحالي، الفتها مع زملائي بالجامعة. وبلاي الباسم.
ميسا بالإضافة للفرنسي الطلياني الإسباني والإنجليزي غنيت بالإيراني التركي اليوناني الكردي والبلغاري. ميشيل متخصص بالغناء اليوناني وعامل أطروحة عن هالموضوع، كان عم بيقدمها أطروحة الدكتوراه بالغناء اليوناني بالبلغاري مع بندورة. ما تنسى شوية زيت عليك. أكيد زيت بقى حابب يسمع شيء منك باليوناني لأنه هو ضليع باللغة. هو بترجمنا يا متى تاني. تيكانيس تيكانيس كلا كلا إسي خلاص على بولي كلا كاريسو بولي. أوكي الغنية هي غنية it's a gypsy song. نعم. سو بتحكي أكثر عن إنه هن الجيبسيز ما بدهم حدا غريب يفوت لعندهم إذا بدك. سو غجر هي هي مظبوط. Venejo topo, venejo el pida, bízame jasí, camia patrida, que me tajeriamo, que din cardiamo, tanu santiria, saoniramo, nas balamo. Nas balamo quieto lumno da fe de coiado nezazai balamo. إذا الغجر يعني هن بالديفينيسيون تبعته ما عندهم أرض وما بدهم حدا يفوت لعندهم، نحن عندنا أرض ومفوت كل كل العالم لعنا، مش تاركين حدا مش عازمينه يعني لعنا. مش معقول مضيافين يعني مش معقول بفلنج عملنا من ضده من رب الكرم لا والله رب الكرم لدرجة رح نفل نحن ويبقوا هن. ميسا يسلم تمك رائع. بدنا بعد يعني نكون هيك متطلبين ونسمع منك شيء بالإنجليزي. أوكي أنا من انا وصغيره كثير كنت اتاثر بويتني هيوستن و الله يرحمه. من وقت ما توفيت حبيت انه اهدي غنيه اليوم لها، وهي الغنيه اكشلي يلي غنيتها بالاوديشن تبع بيركلي وقتها انقبلت. وكمان بحب عيد بيي لانه هو اللي ورا كل هالشيء اللي خلاني اوصل ليلي انا له اليوم. اندري كارعب سلمك الله يخلي لك. ميرسي كثير. اوكي Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never take all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are in everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't want to have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. Don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Wow. سهرة عمال نسمع أغانيك. ريتا وين أخذتك ميسا؟ صوتها بياخدك لمطرح تاني يعني، بتحس هيك بدك تحلمي بدك تعيشي معها بالغنية. حتى لما غنت للغجر ما عم نفهم شيء، بس حنية صوتها الإحساس الإحساس عالي. إيه بتحس حالك بالخيمة بالوقت شو اسمه الغجر كثير حلو مش هيك؟ حسيتي أنت أنا لا أنا غير مطرح سرقوا لنا الخيمة. بتعرفيها خبرية الخيمة؟ لا اثنين نايمين بالخيمة فتح عيونه هيك
طلع هيك قال له جرجي، قال له شو طفي، قال له شايف النجوم، قال له ايه شايف القمر، قال له ايه، قال له شو يعني، قال له يعني سرقوا لنا الخيمة. ميسان احنا بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تصيري نجمه مهمه بلبنان وبالعالم الغربي وبالعالم العربي، لانك صاحبه صوت مميز ودعمتي اليوم بالعلم وبالثقافه، يعني متمكنه من كل الجهات.